مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج الطبخ متاعنا. معكم السيد سي فؤاد باجي، أخصائي في التغذية. فهمتني؟ كما تلاحظوا اليوم ماناش في الانفيرونمون العادي متاعنا، اليوم احنا محاطين أدوات متاع طبخ كما تلاحظوا على خاطرنا في الكوجينة، وهو كما تعرفوا أنا مشهور برشا بالروز متاعي، فهمتني؟ ولكن اليوم بالنسبة اليوم قررنا أن نبدل شوية الجو، وباش نعملوا سيدي بن سيدك مقارون. خلينا طو نحكيو شوية على المكونات متاع المقارونة السحرية متاعنا، فهمتني؟ اللي هي باش تكون مقارونة بالتون. دونك باش تطلب منا المقارونة هذيا زوز ريوس متاع بصل، نسحقو زاد طماطم. دونك كما تلاحظوا ذا الفريجيدير متاعنا، معناتها انا نقول متاعنا كوم كوا متاع العباد الساكنين الكل، انا كي تشوف كل شيء لهنا ينتمي لي انا، حتى كي يبدا عبد اخر شاريه باش يولي ينتمي لي انا. دونك هذه هي الطماطم كما تلاحظوا، خلينا نعاود نحطكم في بلاصتكم. صافا هكا مرتاحين تراو مليح. بالنسبه للطماطم قداش الوزن نتاعهم؟ ماني شويه في الحقيقه، ولكن شويه تقول قداش هذوما؟ 600 غرام و 38، 638 غرام هذوما بالضبط. به نجيو طويك الابرز مكونات المقارونه نتاعنا اللي هي باش تكون المقارونه، ولكن ثم حاجه سبيسيال لهنا، المقارونه هذه ماشي كما اي مقارونه، المقارونه هذه هي مقارونه مصنوعه بالعظم. اي نعم بالعظم، باش نوريكم اذا كان ما تصدقوش، معناها فما مقارونه بالعظم هاك كما تشوفوا هذاكم 4 كعبات عظم، فهمتني؟ الحاجه الباهيه في المقارونه بالعظم هو ان فيها برشا بروتين. دونك كما تلاحظوا في عندنا لهنا 15 غرام في كل 100 غرام، دونك فالور باهيه، برشا كي تشوف، خاطر في العاده المقارونه تلقى فيها 7 ولا 8، فهمتني؟ هذيك المقارونة على جنب، ولكن الشيء اللي يخلي المقارونة نتاعي أنا سبيسيال هي التون. التون اللي نطيب به أنا مش كيما أي تون، مش كيما كل تون اللي تاخذوه من الكارفور ولا من التون الحكوك هذاك، لا، التون اللي نجيب فيه أنا سيدي بسيدك تون فريش، تون نصطادو أنا بداية، فهمتني؟ بعد ما نصطاد التون هذا بطبيعة نحطه في حكوك باش نحافظ باش يطول أكثر، فهمتني؟ سينو يفسد فيه صحن، هذاك علاش نحطه في الحكوك اللي أنا صنعتهم زادة، فهمتني؟ دونك كما تلاحظوا عندنا كما تلاحظوا لهنا عندنا المكونات نتاعنا اللي هما التون والبصل والطماطم والمكرونه. كهو بعد ما حكينا على المكونات طويكه باش نجيو للعده، معنا شنو باش نستعملوا باش نطيبوا به. هاكا باش نستعملوا يعني اناء او قدر بالاحرى، معناها قدر من نوع هذا، الدياميتر نتاعو ابارامون 30 سنتيمتر، فهمتني؟ هذا الاول نسحق واحد اخر وينو. وكما يقول العلامه او المفكر التونسي وكيم وسام، كرزه بكرزتين، هذاك علاش باش نسحقو زاد الى قدر اخر، فهمتني؟ دونك عندنا واحد باش نحطو فيه المقارونه، فهمتني؟ تسمط، والاخر باش اللي هو هذايا باش نحطو فيه المكونات نتاع الصوص السحرية نتاعنا. بعد ما لمينا المكونات نتاعنا وحضرنا الماتريال نتاعنا، نجيو تويكا السيدات وسادتي الى المامو نتاع الحكاية الكل اللي هو عملية الطبخ. عملية الطبخ قد تبدو سهلة لبعض من الناس، ولكن صدقني راهي عملية خطيرة وعملية تتطلب برشا دقة، عملية تتطلب انسان انسان تحملك انت 9 أشهر في كرشو، عملية تطلب انسان بعد ما تحملك 9 أشهر في كرشو مازال باش تحمل السخط والخراع نتاعك انت طيلة حياته. الانسان هذا هو الوالدة نتاعك، ربي فضل هيك اذا كان عندك الوالدة، وربي يرحم لك امك اذا كان انتقلت الى جواري ربها. به العملية باش تبدا بالزيت، لازم الزيت اولا، بحكم اني انا ما عنديش زيت قررت اني ناخذ الزيت نتاع واحد من صحابي. بيان سور هما عندي زوز هنود ساكنين معايا، واحد شينوازي، علمتهم كل اللي يحكيو بالتونسي على خاطر لهنا ما نحكي كان بالتونسي انا. دونك يا منير نجم ناخذ زيت ولا اي خذ باهي يا ميرسي. كما سمعتوه هو عطاني الاوكي نتاعو. نجيو للزيت لهنا، فهمتني؟ هذا الزيت يا سيدي بن سيدك ب عباد الشمس ابارامون، معناها فهمتني؟
به نختاروا السخانه نتاعنا تو نقربكم بهني باش تشوفوا كيفاش تتم عمليه اختيار السخانه معنا. باهي سيدي بن سيدك احنا باش نستعملوا لحظه باش نستعملوا الغاز هذايا احنا دونك هذايا باش نحطوه على 5 درجات مئويه و باش نستعملوا الثانيه هذايا باش نغليو فيه الماء دونك حطوه في الماكسيموم بوسيبل بيان سور ماشي درجات مئويه معناها نقصوا من البهامه شويه. اوكي في مرحله اولى يتم سكب الزيت معناها في القدر نتاعنا فهمتني 3 4 5 ما تحسب الخمسه تي كوم كوا. نجيو مع بعضنا انيساتي الى المرحله المواليه اللي هي قصان خضره فهمتني اللي يسمع خضره قلت لك تم وهما كابتين طماطم باهي مرحله دين نعتذروا معناها على خاطر السكينه بارامو طلعت خايبه دونك بدلناها بسكينه اخرى فهمتني. وين كنت شكون نحكي انا اي مرحله اختيار ياسر هذيا انيساتي دونك ردوا بالنا على سويبعاتنا معناها فهمتني باز رجالكم مازالوا يستحقوا سويبعاتكم الاغراض جنسيه بحته فهمتني. باهي يتم تقطيع طماطم في الشكل هذايا معناها تعمل بهم كل ابدوم فهمتني تعمل 6 كعبات تقسمها من الاول على نص فهمتني بعد نص تزيد تقسمه في نص ومن بعد تعطي ضربتين لهنايا معناها فهمتني بشوي نعرف عمليه صعيبه ياسر واحده البيت البنات سامحوني ما نزربوش. هو توا بارامو وقت مناسب ياسر باش نحكي لكم على قصه ما عندها حتى علاقه بالطبخ على خاطرني قاعد نقص في طماطم وما نتصورش تطلب برشا دهاء وحنكه معناها العمليه هذيا. دونك باش نختار اني نحكي لكم على اول مره صحبت فيها معناها فهمتني كانت مره غريبه جدا بصراحه معناها كانت صحيبه مكحوله ياسر. ديجا باش نقول لكم معناها الشيء هذا صار عام 3 ايام نصور تنجموا تفهموا معناها اللي ما كانتش اقل من كارثه معناها التجربه هذيا. عاد انا كنت لحظه خلنا نرجع الطماطم للبلاصه لان نحطهم في الساشيه هذيا ما تسالونيش علاش على خاطر هو ذا السر معناها نتاعي اللي اني انا نحط الطماطم في الساشيه هذا السر نتاعي مانيش باش نبوح بيه اللهم تخلصوني وقتها ممكن نبدل رايي. عاد كيما قلت لكم الطفله هذيا انا كنت نحب طفله معناها فهمتني يا اخي قلت لها راني نحب نصاحبك قالت لي لا واللي قلت عارش كيفاش عيني كمها من صحب صاحبك هاي مشيت للبيست فريند نتاعها وقلت لها برجولية راني نحب نصوحبك قالت لي باهي اعطيني وقت نخمم عرفت تقولش عليها تقولش انا قلت لها باش نعرس هو الحكاية اعطيني وقت نخمم دونك نعطوه ضربة في الوسط لهنا كما تلاحظوا من بعد ذيك نحاولوا نقصوه معناها في سكسيونات من المستحسن يكونوا خشان شويه معناها فهمتني على خاطر اذا كان باش تقصوا جويد برشا عادي جدا يذوب البصل صحيح باش يطفي مطعم معناها يذوب ولكن انت حاجتك بيه يكون حاضر غاديك جسديا معناها فهمتني هاكم تشوفوا ديجا بعد قصيت كعبتين بصل كما تلاحظوا عينيا لاباس فهمتني ما نبكيش كي القحابة نقص البصل فهمتني ولكن كإنسان برو كيفي أنا ولا كيف أمك ولا خالتك ولا أي أنثى معرسة فهمتني تتسمى برو هذيك ديجا في التطيب تلاحظ أنهم جماعة ذوما ما يستعملوش مقاييس ما يستعملش مغرفة ولا جرامات ولا ما لا سيدة ذايا عنده غريزة يعرف قداش يحط بالضبط فهمتني ذايا علاش أنا زادة تعلمت أني نطور الغريزة ذي متاعي متاع الفيحات واكتشفت سر لهني مهم ياسر هو انه لازمك تحط لفاحات تحطهم بطريقه نتاع انسان عنده ثقه في روحه فهمتني على خاطر برشا حاجات في الدنيا يقدروا الثقه في النفس كيما البنات فهمتني البنات يقدروا الثقه في النفس برشا كيف بالنسبه للماكله اذا كان تحط لفاحات نتاعك بمقدار معين من الثقه في النفس حتى اذا كان برشا ولا اقل من اللازم باش تجيك ماكله باهيه صدقني هاو انا مثلا
هذايا برشا ثوم، هذايا شفت ثوم هذايا كل أمش نحطه طاو. كل ثقة في النفس، كل ثقة في النفس، ما مش مشكل، فهمتني؟ فلفل أكحل قداش فلفل أكحل؟ ودز فيها ديما تعب، فاه ديما تعب. واحد اثنين ثلاثة أربعة كات سكون ملح، فهمتني؟ نخرجوا لهنا على المقاييس نتاع مغرفة وجرام وشو يولي الفاحات واللي تحسبوا بالوقت جملة، فهمتني؟ بالنسبة للملح هذاك هو الملح، لازمك الحركة هذيك معناها، فهمتني؟ هذيك توري قداش عندك ثقة في نفسك. نحركوا طويك المكونات نتاعنا، من بعد قال لهم من المنطلق هذايا في الاتحاد قوة. انا بصراحة اللي فهمته من القصة هذه هو انه البوم تاعهم ضعيف ياسر كما تلاحظوا، انا معناتها بالرغم ياذوم الكل متحدين مع بعضهم، ولكن القوة متاعي القوة متاعي انا باش تسمح لي اني نكسرهم هذوما الكل، لاني باش نسيح لا باش نعمل هاي لمان لا حتى شيء، ايزي على الاخر راي تفرج كاو وشط على روح. لا اتحادي قوة لا رزبي لهنا معايا، انا معايا انا صاحبي، من المستحسن انك تقطع مش تتحد. نجيو تو الى المرحله اللي باش تثبت فيها بالرسمي اللي انت شيف كويزيني دو لوكس. المرحله هذه هي انك هل انك نجم تعرف المقارونه طايبه ولا لا. باش نوريكم كيفاش. باه بيسير ناخذوا عينه من المقارونه ولازمك تعمل بها حركه الهليكوبتر هذه، فهمتني؟ اذا كان ما تتقطعش محاولة رقم 2 حركة الهليكوبتر. اذا كان ما تتقطعش حصيل القاعدة تقول اذا كان الزوز يتنطروا من يدك صبا معناها هي زاهر المقارونة. ومن بعد نشد المقارونة ونطيشوها الكل هنا فوالا. سيداتي وسادتي وصلنا فينالمون معناها باش نطيبوا معناها المقارونة السحرية متاعنا. ندعو ربي انها تكون نالت اعجابكم. اذا كان اي اعطونا ضربة لايك، اذا كان ما عجبكمش المقارونة في الحالة هذه توليو تعملوا سبسكرايب، فهمتني؟ شكرا حسب متابعة السماع والى اللقاء.